السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. صعد فريق المحرق إلى الصدارة بعد فوزه الثاني على التوالي، والذي جاء على حساب البسيتين بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد البحرين الوطنية في ختام مباريات الجولة الثانية لمنافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع المحرق رصيده إلى 6 نقاط، فيما ظل البسيتين على نقطته الوحيدة بعد التعادل في الجولة الأولى. والمحرق والهدف الأول، والشاهد هنا اللمسة، وهنا أيضا جوناثان بلمسة. كما حقق فريق الحدة الفوز الثاني بعد فوزه بهدفين نظيفين على حساب الحالة على ملعب مدينة خليفة الرياضية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، مشاركا المنامة الرفاع والمحرق في صدارة الترتيب. اكتسح فريق مركز شباب جد حفص في منافسه فريق مركز شباب كرزكان ب8 أهداف مقابل 3 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية الثاني لكرة قدم الصلاة، فيما تعادل فريق مركز شباب الرفاع الشرقي مع مركز شباب الزلاق بهدف لمثله.